عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. 7 دقائق 22 ثانية وجزءا واحدا من الثانية، تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني كان الوصول مع جلمود تركي بن ناصر بن صالح المري، 7 دقائق 22 ثانية، 5 أجزاء من الثاني، تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وضاح شاهر بن احمد بن محمد البطحري التوقيت الزمني لحظة الوصول هنا مع المركز الثالث. عشرين ثانية بالوفاء والتمام والكمال، تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نجدد بحضراتكم التحية. والشوط الثالث والعشرون للأبكار اللقاية المحليات، على بركة الله اندفعت الأسماء لينطلق مع الحذرة، الحذرة من تحت للصدارة في هذه اللحظات. سعيد بن راشد بن صغيرون المزروعي هو المنطلق مع المركز الأول، بينما المركز الثاني يتابع القادمة في هذه اللحظات. تابع ابتهال مطر بن حمد بن دحروي العامري هو الحاضر مع ابتهال، بينما المركز الثالث وتابع القادمة والمنطلقة والمتسللة في هذه اللحظات الظبية، علي بن حمود بن علي بن سعيد الوهيبي، بينما المركز الرابع وتابع القادمة وتابع المنطلقة في هذه اللحظات. يا سلام على الانطلاق وعلى التحدي، دوامة فهد بن عميران بن بجاش آل فهد المري هو الحاضر مع انطلاق الدوامة، بينما المركز السادس وتابع القادمة والمنطلقة الظبي محمد بن سلطان بن ميرين الاكتبي حاضر بكل قوة بهذا التحدي. المركز السابع القادمة والمنطلقة في هذه اللحظات سيدة مسعود بن سيب الراشد السعدي هو الحاضر، بينما المركز السابع وتابع القدوم والحضور احضرت في هذه اللحظات مزون سعود بن عبد الله بن سعيد بن جروان الشامسي، بينما المركز الثامن القدوم والحضور وتابع الشعارات وتابع القادمة والمنطلقة شموخ نايب بن أحمد بن أرحمة الشامسي، بينما المركز العاشر الحضور والأسماء اللي وصلت، عذاري وصلت، خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة. هكذا هو النداء الأول للعشرة الأسماء للعشرة النجوم، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول من تحت الصدارة. وتابع الظبي علي بن حمود بن علي بن سعيد الوهيبي، الله على هذا التحدي وعلى هذا الانطلاق، بينما المركز الثاني وتابع اللي حضرت وتابع الاسم القادم وصلت في هذه اللحظات وتقدمت ابتهال مطر بن حمد بن دحروي العامري هو الحاضر مع مركز الوصافة، بينما المركز الثالث وتابع القدوم والانطلاق وصلت مشكورة علي بن محمد بن صالح العويسي وحضرت في هذه اللحظات مزون سعود بن عبد الله بن سعيد بن جروان الشامسي، كذلك القدوم احضرت غنايم مبارك بن سعيد بن محمد الخيلي. هكذا هي الخمس النجوم الفوميتين
يا اهل المحليات يا اهل اللقاية 1200 ما تفصل عن الفوز ما تفصل عن السلام. بن دحروي بن دحروي بن دحروي احتل الصدارة في هذه اللحظات مع ابتهال ابتهال. يا مطر يا بن حمد يا بن دحروي يا العامري يقدم ابتهال مع المركز الاول. احضرت الاسماء اوصلت غنايم ووصلت ايضا القادمة في هذه اللحظات. ريادة صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت ولكن بن دحروي ابتهال. روح يا بن دحروي روح روح يا بن دحروي مع الفوز مع الانتصار مع ابتهال بشعار الانجازات بشعار البطولات. بن دحروي بن دحروي بن دحروي مع ابتهال اوصلت غنايم اوصلت غنايم. يا ابوي اللي حضرت احضرت وانطلقت مرت وعبرت ضجة عبيد بن جابر صغير العويسي في بكرة سميتها باسم ضجة. الله يا ضجة الله يا ضجة الله يا ضجة طارت بالفوز طارت بالسلام. سلام لمالك ضجة سلام لمالك ضجة 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 هي اللي سوت الضجة. سلام وتحية واحترام عبيد بن جابر صغير العويس المركز الثاني. اوصلت ابتهال مطر بن حمد بن دحروي العامري المركز الثالث. المركز الثالث غنايم مبارك بن سعيد بن محمد الخيل المركز الرابع. المركز الرابع متابعينا الكرام ريادة صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت المركز الخامس. اوصلت مع المركز الخامس الضبي علي بن حمود بن علي بن سعيد الوهيبي. اذا تهانينا والناموس لمالك ضجة. التوقيت الزمني ولحظة الوصول 7:22 تسعة اجزاء من الثانية. تهانينا لمالك ضجة عبيد بن جابر الصغير العويسي بينما اللي احتلت المركز الثاني. اوصلت ابتهال بشعار بن دحروي وتوقيته الزمني. توقيتها الزمني متابعينا الكرام 7:24 ستة أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك ابتهال بينما المركز الثالث أوصلت مع المركز الثالث غنايم مبارك بن سعيد بن محمد الخيلي وتوقيتها الزمني 7:26 تسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم متابعينا مستمعينا الأفاضل ينطلق في هذه اللحظات شوطنا 24 للأفكار